السلام عليكم. اندرويد 13 والوان يو اي 5 او واجهات سامسونج جديدة. والاندرويد 13 يجلب اهم ميزة لهواتف سامسونج اليكم. اهم ثلاثة اعدادات ضرورية احرص على ضبطها يدويا في هواتف سامسونج جديدة ولا تهملها ابدا. كل هذا واكثر سوف تشاهدونه ان شاء الله في هذا الفيديو. ولكن قبل بدأ اتمنى منكم دعم القناة بقوة لكي نصل بسرعة 100,000 مشترك. فضلا منكم على يسار بالضغط على زر الاشتراك وفعل زر الجرس واختر الكل او توتا وآل. ولا تنسى دعم القناة ماديا لدارة عبر الضغط على زر الشكرات ميرسي او تانكس. تابع الفيديو حتى النهاية. تعرفنا في فيديو سابق على أهم 8 إعدادات يجب ضبطها يدويا في هواتف سامسونج جديدة. واليوم سنتعرف على 3 إعدادات ضرورية للغاية أيضا ويجب ضبطها يدويا على هاتفك الآن. دعونا نتعرف على هذه الإعدادات وطريقة الوصول إليها وضبطها في الآن في هاتف سامسونج الخاص بك نظرا لأهميتها الشديدة. أهم 3 إعدادات يجب ضبطها يدويا في هواتف سامسونج. أولا، إنشاء حساب سامسونج أكونت وتسجيل الدخول بالحساب في هاتفك. ولا تنسى على أنه يجب عليك الحفاظ على الباسورد وأيضا على الإيميل. الإعداد الثاني، تفعيل خيار إلغاء القفل عن بعد. الإعداد الثالث، تفعيل خيار العثور من دون الاتصال بالإنترنت. يمكنك العثور على هاتفك الآن سامسونج. إنشاء حساب سامسونج أكونت وتسجيل الدخول بحسابك. أول شيء يجب عليك فعله الآن هو إنشاء حساب سامسونج أكونت وتسجيل الدخول بهذا الحساب في هاتفك على الفور، حيث يساعد هذا في نسخ بياناتك احتياطيا إلى سامسونج كلاود في حالة فقدان هاتفك، أو إذا كنت ترغب ببساطة في استعادته عند الترقية إلى جهاز جالاكسي جديد لاحقا. عند الحديث عن فقدان هاتفك، فأنت بحاجة أيضا إلى حساب سامسونج استخدام خدمات Find My Mobile، حيث إنك بدون هذه الخدمة لن تتمكن الشركة من مساعدتك في العثور على جهازك المفقود. إذا لم يكن لديك حساب سامسونج بالفعل، فيمكنك إنشاء حساب بالانتقال إلى إعدادات جهازك، الحساب والنسخ الاحتياطي، إدارة الحسابات، إضافة حساب، حساب سامسونج، واتباع عملية إنشاء الحساب من هناك. تفعيل خيار إلغاء القفل عن بعد. بعد الانتهاء من إنشاء حساب سامسونج أكاونت، توجه إلى شاشة الضبط في هاتفك، ومن ثم انقر على حساب سامسونج أكاونت وانقر على خيار العثور على هاتفي وقم بتفعيل ميزة إلغاء القفل عن بعد. ومن خلال هذه الميزة ستكون قادرا على فتح شاشة القفل لهاتفك عند نسيان الباسورد أو النمط دون فورمات. تفعيل خيار العثور من دون الاتصال بالإنترنت. ما عليك سوى فتح شاشة الإعدادات في هاتفك سامسونج الخاص بك، ثم بعد ذلك النقر على خيار حساب سامسونج أكاونت وتقوم بتسجيل الدخول بحسابك أو إنشاء حساب في حالة كنت لا تمتلك حسابا. وبعد الانتهاء من هذه الخطوة انقر على خيار البحث عن هاتفي، وفي هذه الأثناء مرر الأسفل للأسفل قليلا وقم بتفعيل خيار العثور من دون الاتصال بالإنترنت، بحيث تتمكن من تحديد موقع هاتفك حتى إذا كان غير متصل بالإنترنت مثل هواتف الآيفون بالضبط. وتعد هذه الخاصية من ضمن خصائص حساب سامسونج أكاونت، لذلك ينصح بضرورة إنشاء حساب سامسونج أكاونت على هاتفك بحيث تحصل على كل الميزات التي من بينها خاصية التحكم في الهاتف عن بعد وعمل فورمات في حالة سرقته أو إلغاء قفل الشاشة في حالة نسيان الباسورد أو النمط بدون عمل سوفتوير أو فورمات للهاتف. ما هي أكثر ميزة نالت إعجابكم في هذا الفيديو؟ شاركونا عبر التعليقات ولا تنسوا دعم القناة. أحبكم في الله، مع السلامة.